آية في القرآن الكريم تقول: سنشد عضدك بأخيك. زين، كل أخ أخ؟ ترى مو كل أخ تشد عضدك به، ترى مو كل أخ يكون سند إلك. انظر لإخوة يوسف رادوا يقتلون أخوهم، وانظر إلى أخوة عباس من الحسين عليهم السلام كيف كانت. فرق كبير صح؟ أحيانا أخوك ابن أمك وأبوك يحسدك وما يدافع لك، ويا ريت بس ما يدافع لك، ياكل حقك، يظهر عيوبك للآخرين. والعباس عليه السلام ما قال لي أخوه ترى جاينا جيش جبار، ترى هذا موت، حاول شوية تتنازل، بايع يزيد. ها؟ لا، قال له في القتال، في القتال معك راح أكون، في السلم راح أكون في السلم معك. وهو أخوه من أبوه مو من أمه، من غير أم هو. ولكن الله على التضحية، قصة خلدت التاريخ منا ليوم القيامة، لأن تضحيته كانت تضحية عظيمة لأخوه الكبير. فوين عباس من خوتك أنت؟ فأرجوك سنشد عضدك بأخي، خلي هاي الآية تنطبق عليك، تنطبق عليك ودافع لصديقك، لأن أحيانا صديقك هو كذلك يكون أخوك. فأرجوكم الصداقة الحقيقية، الخوة الحقيقية ترى أهم من الفلوس. لا تخلي نفسك صاحب مصلحة وتخسر الآخرين، ترى مو كل شيء بالدنيا فقط مال. الصديق الواحد، الأخ الواحد الوفي والمخلص، والله يغنيك عن العالم كله، فلا تخسره.